من العاصمة الإيرانية طهران، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في مواكبة لهذا اليوم الانتخابي هنا في إيران. أكثر من 61 مليون مقترع في إيران يحق لهم الاختيار بين المرشحين الأربعة الذين بقوا في هذا السباق الانتخابي، انتخابات رئاسية مبكرة تعرفها هذه البلاد، والنتيجة حتى اللحظة هي غير محسومة. قبل أن نبدأ بمواكبة هذا اليوم الانتخابي، اسمحوا لي مشاهدينا الكرام بأن نتوجه إلى الحدث المحوري، إلى غزة وإلى جنوب لبنان، حيث ينضم إلينا مراسلانا أحمد غانم هو معنا من خان يونس في غزة، وأيضا الزميل عباس صباغ مراسلنا هو معنا من جنوب لبنان. إليك عباس وإلى آخر يعني التطورات لديك. تحية لك مايا ولمشاهدي الميدان الكرام. بطبيعة الحال آخر التطورات ما سجل في القطاع الغربي، وتحديدا من إطلاق نيران مباشرة باتجاه عرب العرامشة أو في محيط عرب العرامشة بحسب ما أفاد زميلنا حسين السيد. يعني هذا التطور الأخير الذي شهدته جبهة الإسناد اللبنانية بعد تمشيط إسرائيلي من موقع رامية باتجاه البلدات المواجهة لذلك الموقع في القطاع الغربي. إلى ذلك أعلنت المقاومة أمس عن تنفيذ سلسلة عمليات ضد المواقع الإسرائيلية، وتحديدا باستهداف القاعدة الأساسية لسلاح الصاروخ الدفاع الصاروخي الجوي التابع لقيادة منطقة الشمال في ثكنة بيريا القريبة من مدينة صفد المحتلة. هذا الاستهداف جاء بعشرات صواريخ الكاتيوشا ردا على الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت مدينة النبطية أول من أمس، وكذلك الاغتيال الذي نفذه جيش الاحتلال في بلدة سحمر في البقاع الغربي شرق لبنان. كذلك هاجمت المسيرات الانقضاضية للمقاومة موقع رأس الناقور البحري، وأصابت بشكل مباشر أماكن تموضع جنود وضباط جيش الاحتلال، وأحدثت حريقا في ذلك المكان. وتلك المسيرات الانقضاضية التي تواصل هجماتها ووصولها إلى أهدافها بدقة على الرغم من كل الدفاعات الجوية الإسرائيلية، وعلى الرغم من يعني تحليق المقاتلات الحربية الإسرائيلية خلال تلك العمليات. تلك المسيرات رصدها كل الناس باستثناء جيش الاحتلال الذي يبدو عاجزا عن التصدي لتلك المسيرات. إلى ذلك هاجمت المقاومة بالأسلحة الصاروخية موقع رويسة القرن في مزارع شبعة المحتلة. إلى ذلك اعتدى جيش الاحتلال بالقصف الصاروخي والمدفعي صباح هذا اليوم على أطراف بلدة كفركلة وأيضا على الجهة الجنوبية لبلدة الخيام، ونفذ بالأمس عدة غارات على عيت الشعب ورامية وحداثة وكذلك مدينة الخيام التي تتعرض بشكل دائم للاعتداءات الإسرائيلية إن كان بالقصف المدفعي وكذلك بالغارات. إلى ذلك أيضا اغتال جيش الاحتلال أحد كوادر المقاومة في بلدة سحمر في البقاع الغربي بغارة مسيرة، وزفت المقاومة أمس أربعة من عناصرها ارتقوا شهداء على طريق القدس في اليوم 65 بعد 200 لبدء هذه المواجهات في جبهة الإسناد اللبنانية. نعم منكم عباس، أذهب إلى الزميل أحمد غانم، وكما ذكرت هو معنا من خان يونس لينقل لنا آخر تطورات الميدانية في غزة، حيث وبطبيعة الحال وللأسف إن مجازر الاحتلال لا تزال مستمرة، وهناك قصف مدفعي عنيف على حي الشجاعية حيث هناك ارتقاء للشهداء. كل التفاصيل معك زميلي أحمد. هذا صحيح مايا، العدوان الإسرائيلي متواصل على مناطق مختلفة من قطاع غزة، ولكن هذا العدوان يتركز في منطقتين. المنطقة الأولى غربي رفح، منطقة الشاكوش التي اقتحمتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بالدبابات يوم أمس، وإلى الآن هذه المنطقة محاصرة بالآليات، وإلى جانب إحدى السيدات التي جاءت لمناشدة الصليب الأحمر والهلال الأحمر من أجل العمل على إجلاء ابنتها وعائلتها المحاصرة منذ ليلة أمس في منطقة الشاكوش، وقالت بأن الدبابات الإسرائيلية تحيط عددا من خيام النازحين في تلك المنطقة ولا يستطيع أحد الوصول إلى هذه العوائل. هي بالمناسبة ليست السيدة الوحيدة التي جاءت للمناشدة منذ الصباح، بل هناك عوائل كثيرة ما تزال الدبابات الإسرائيلية تحاصرها وتمنع أو تمنعها من المغادرة في ظل كثافة نارية كبيرة من الدبابات الإسرائيلية وكذلك الغارات الإسرائيلية من الجو. وزارة الصحة
الصحة قالت بأن 11 شهيدا وقرابة 50 مصابا قد يعني استشهدوا ووقعوا مصابين في هذا العدوان الإسرائيلي. ما تزال الإسعافات يعني تصل إلى هذا المستشفى محملة ببعض الإصابات التي وصلت إلى المشافي الميدانية التي لا يستطيع أو لا تستطيع المشافي الميدانية التعامل معها. هذا بالنسبة إلى رفح التي يتواصل فيها العدوان في مناطق عديدة، ولكن أيضا مدينة غزة وتحديدا الشجاعية والتفاح هي منطقتين أيضا لا يزال العدوان الإسرائيلي متواصل عليهما بعد أن اقتحم الجيش الإسرائيلي هاتين المنطقتين وسط كثافة نارية ظهر يوم أمس. وقد أدى هذا القصف الإسرائيلي العنيف إلى ارتقاء ما يزيد على 33 شهيدا بفعل الغارات الإسرائيلية على عدد كبير من منازل المدنيين العزل، القذائف المدفعية التي سقطت على آلاف النازحين الذين نزحوا من هذه المنطقة باتجاه المنطقتين باتجاه المناطق الغربية، وقيام طائرات مسيرة من نوع كواد كابتر بإطلاق رشقات نارية رصاص باتجاه هؤلاء، ما رفع أعداد الشهداء والجرحى. الوضع على حاله في حي الشجاعية مع تواصل العدوان الإسرائيلي على هذا الحي، ولكن أيضا المنطقة الوسطى شهدت منذ منتصف الليلة عددا كبيرا من الغارات طال ثلاثة منازل، اثنين منها في دير البلح نجم عنهما أربعة شهداء، ومنزل في النصيرات نجم عنه شهيدين، وكذلك وصل قبل قليل شهيدين جديدين إلى مستشفى شهداء الأقصى بفعل استهداف إسرائيلي بالقرب من وادي غزة. وفي رفح قالت وزارة الصحة بأن مسيرة إسرائيلية ألقت صاروخا باتجاه مجموعة من المواطنين ما أدى إلى وصول شهيد إلى المستشفى الأوروبي. لذلك نحن نتحدث عن استمرار في العدوان الإسرائيلي وكذلك انهيار في الواقع الإنساني. الهلال الأحمر الفلسطيني قال بأن 18 سيارة إسعاف توقفت عن العمل بفعل أزمة الوقود، وهذا من شأنه أن يسبب كارثة إنسانية كبيرة بفعل عدم تجاوب سيارات الإسعاف أو جمعية الهلال الأحمر مع نداءات الإنقاذ بفعل انعدام الوقود، وهو ما دفع الهلال لمطالبة العالم بضرورة فتح معبر رفح وإدخال ما يلزم من وقود لاستمرار العمل الإنساني والإغاثي في غزة. شكرا لك زميل أحمد غانم مراسل ميادين، كنت معنا من خان يونس في غزة. الشكر أيضا موصول لك زميلي عباس الصباغ مراسل ميادين، كنت معنا من جبهة الإسناد اللبنانية من جنوب لبنان. أما الآن مشاهدينا الكرام فإلى المشهد. مشاهدينا، قائد الثورة والجمهورية الإسلامية هنا في إيران السيد علي خامنئي كان أول من مارس حقه الانتخابي وأدلى بصوته في صناديق الاقتراع هنا في طهران، حيث دعا الإيرانيين إلى المشاركة الواسعة في هذه الانتخابات. يوم الانتخابات بالنسبة للشعب الإيراني هو يوم نشاط وسعادة، ولا سيما عندما تكون هذه الانتخابات لاختيار رئيس للجمهورية الذي سيعين باختيار الشعب لعدة سنوات. الأمر المهم في هذا اليوم هو المشاركة الشعبية الحاشدة وكثرة عدد الناخبين، وهو حاجة ماسة لأن اسم الجمهورية يعني تواجد الشعب في النظام، لذا استمرار الجمهورية الإسلامية ووجودها وعزتها واعتبارها أمر مرهون بهذه المشاركة. أوصي الشعب الإيراني بالمشاركة في هذا الامتحان السياسي بجدية. وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيد أعلن انطلاق العملية الانتخابية في تمام الساعة 8 صباحا من هذا اليوم، مؤكدا استعداد كل الجهات المعنية لهذه الانتخابات، فهي مظهر قوة إيران وسيادتها وتعكس قدرة الشعب ووعيه السياسي. الانتخابات الرئاسية بدورتها 14 انطلقت في 58,640 مركز اقتراع داخل البلاد و 344 خارجها. كل الجهات المعنية مستعدة لهذه الانتخابات، فهي مظهر قوة إيران وسيادتها الدينية وتعكس قدرة شعبنا ووعيه السياسي وحساسيته تجاه انتخاب رئيس الجمهورية. نؤكد لجميع أبناء الشعب الإيراني أن الانتخابات ستقام بسلامة كاملة، ولجان الإشراف والرقابة حريصة على ذلك، كما يوجد في مراكز الاقتراع مندوبون عن المرشحين، ونأمل من الجميع الالتزام بالقانون ورعاية المقررات الخاصة وبعدم الدعاية للمرشحين.
المرشحون الأربعة مشاهدينا الكرام أدلوا بصوتهم بأصواتهم في هذه الانتخابات. المرشح المبدئي محمد باقر قاليباف أدلى بصوته في مرقد عبد العظيم الحسني في مدينة ري جنوب طهران. ومن هذه المشاهد لإدلاء محمد باقر قاليباف بصوته في مرقد عبد العظيم الحسني إلى المرشح المبدئي الثاني وهو سعيد جليلي أيضا الذي أدلى بصوته في مسجد الإمام الحسن المجتبى في حي المشيرية في طهران. ورافق جليلي مجموعة من ممثلي المجلس الإسلامي ونشطاء إعلاميين أيضا وشخصيات سياسية وثقافية وشرائح مختلفة من الشعب. المرشح مصطفى بور محمدي أدلى بصوته أيضا كما ذكرنا في حسينية الإرشاد في طهران. الرئيس الإيراني بالوكالة محمد مخبر قال خلال جولة على مراكز الاقتراع عقب الإدلاء بصوته، قال إن العملية تسير بشكل جيد وإنه تم توفير كل مستلزمات العملية الانتخابية واصفا الإقبال الشعبي حتى الآن بالمبهر. وفي حسينية جمران في العاصمة الإيرانية طهران أدلى زعيم جبهة الإصلاح الرئيس السابق محمد خاتمي بصوته أيضا. وخاتمي كان دعا الإيرانيين إلى المشاركة الواسعة لاختيار المرشح الإصلاحي مسعود بيزشكيان. إذن أرحب بضيفنا هنا في الاستوديو الذي انضم إلينا السيد إحسان بيسادي الصحفي. أهلا ومرحبا بك سيد إحسان. أبدأ معكم بالخبر الأخير الذي قدمناه قبل قليل فيما يخص إدلاء السيد خاتمي بصوته في صناديق الاقتراع ودعوته لاختيار مسعود بيزشكيان كرئيس مقبل للجمهورية الإسلامية الإيرانية. كيف يمكن أن نقرأ هذه الدعوة وأي وزن لها فيما يخص مزاج الناخب الإيراني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من أرز أدب السلام. في البداية أرحب بك وأرحب بمشاهديك الكرام مشاهدي قناة الميادين وزملائك الكرام. كما تعلمون بأن تيار الإصلاحي والجبل الإصلاحية في إيران التي رأسها الرئيس السابق محمد خاتمي الذي يعتبر هو الزعيم الفكري والمعنوي لهذا التيار أعلن قبل ذلك أنه من بين المرشحين الذين يتم تأييد صلاحياتهم. إذا ما كان بينهم أحد يمثل التيار الإصلاحي فإننا سوف ندعمه بكل قوة ولحسن الحظ في سياسة عمل البلاد. ومجلس صيانة الدستور وافق على أهلية المرشح مسعود بيزشكيان الذي مثل التيار الإصلاحي الذي اصطفت كافة أطيافه وفئاته خلف هذا المرشح بكل قوة ودعت ناصريها لدعم هذا المرشح والتصويت له بكثافة في صناديق الاقتراع في كافة أرجاء البلاد. و من الطبيعي أن كافة التيارات الفكرية والسياسية والأطياف المختلفة سوف تشارك، ربما ترتفع نسبة المشاركة إلى أكثر من 52%، وهذا يجعل الرئيس المنتخب يشارك بقوة ويستطيع أن يمارس عمله بكل نشاط على الصعيد الداخلي وعلى الصعيد الإقليمي والدولي. ونعتقد بأن تواجد السيد خاتمي وكذلك الوجوه السياسية المختلفة بمختلف انتماءاتها السياسية سوف تؤدي إلى ارتفاع نسبة المشاركة في صناديق الاقتراع. هناك ما يقول بأن ارتفاع نسبة المشاركة وارتفاع نسبة إقبال الناخبين الإيرانيين اليوم في صناديق الاقتراع ربما يصب لصالح المرشح الإصلاحي بيزشكيان. هل ترى هذا الأمر ربما واقعي؟ نعم، أنا في ظل الرؤية التي لدي
أنا أوافق على ما تفضلت به مع هذه الرؤية ومراكز استطلاعات الرأي من مختلف الانتماءات والتي نشرت في الأيام الأخيرة تؤيد هذه المعادلة، ويعتقد أن السيد أعتقد بأن السيد بيزشكيان خلال الأسبوع الأخير كان هو المتقدم والمتصدر، ونحن نأمل أن جزء كبير من الآراء الرمادية التي كانت مترددة وكذلك آراء التيار الإصلاحي اليوم تصب لصالح السيد بيزشكيان بعد دخولها إلى المعترك الانتخابي وتوجه إلى صناديق الاقتراع، ونحن نستطيع أن نحقق النصر للسيد بيزشكيان من الدورة الأولى. هذا يرتبط بمشاركة شعبية، ولكن مراكز الاستطلاع تؤيد ما تفضلت به بأن السيد بيزشكيان في الأسبوع الأخير كان متقدما من كافة استطلاعات الرأي سواء النابعة من التيار الأصولي والتيار الإصلاحي، كان متصدرا. عن استطلاعات الرأي وهي كثيرة بطبيعة الحال هنا في إيران، بعضها يقول بأن السيد بيزشكيان يتصدر هذه الاستطلاعات ويتصدر هذا السباق، هناك البعض الآخر يقول لا، ربما هناك مرشح من التيار المبدئي هو الذي يتصدر هذه الأرقام، سأتحدث عنها بعد قليل، وسأتحدث أيضا عن المرشحين محمد باقر قاليباف وأيضا سعيد جليلي أيهما يشكل خطر أكبر على المرشح الإصلاحي. ولكن اسمح لي بأن ينضم إلينا الآن مراسلو الميادين ومفادو الميادين، مالك عابدة مراسل الميادين هو معنا من أصفهان، رضا الباشا مفاد الميادين هو معنا من تبريز، أحمد البحراني ينضم إلينا من العاصمة الإيرانية طهران، وبسان طراف مراسلة الميادين هي معنا من مشهد. أبدأ معك زميلي أحمد البحراني لتطلعنا على يعني كيف بدأ هذا اليوم الانتخابي في أكبر المدن الإيرانية. نعم مايا، قبل أن أبدأ بشرح تفاصيل المشهد الميداني في طهران أريد أن أشير إلى الخبر الذي ورد عبر بعض وكالات الأنباء الإيرانية عن نتيجة التصويت في نيوزيلندا. نيوزيلندا أول دولة شهدت فيها الانتخابات الرئاسية الإيرانية، حيث نشرت بعض وكالات الأنباء طبعا مجموع الأصوات التي تم الإدلاء بها في نيوزيلندا هو 103، مسعود بيزشكيان حاز على 84 صوتا، محمد باقر قاليباف 11 صوتا مقابل سعيد جليلي بستة أصوات وصوتين باطلين. طبعا هذه النتيجة لا تعكس بطبيعة الحال النتائج في داخل البلاد، نحن نعلم أن هناك تنافس حقيقي بين ثلاثة مرشحين مسعود بيزشكيان إلى جانب المرشحين المبدئيين سعيد جليلي ومحمد باقر قاليباف في طهران، طبعا حيث نحن نتواجد هنا الآن أمام أحد المراكز الانتخابية من أصل 6800 مركز انتخابي موزعة في عموم أنحاء المحافظة، 10 ملايين شخص يحق لهم التصويت في محافظة طهران، وبالتالي هذه نسبة كبيرة وعدد كبير جدا يمكن أن تغير كل المعادلات في حال تمكن كل من التيار الإصلاحي والمبدئي أيضا من استقطاب الأصوات الصامتة الرمادية، الأصوات التي لم تحدد خيارها حتى هذه اللحظة. لذلك المرشحين يحاولون استقطاب جماهيرهم، يحاولون استقطاب الأصوات الرمادية من المجتمع في طهران. بطبيعة الحال كما هو معلوم في الانتخابات السابقة لم يشارك سوى ثلث سكان طهران، وبالتالي هناك ثلثين أي حوالي 7 ملايين صوت يمكن أن يؤثروا بشكل كبير جدا. طبعا فيما يتعلق الأمر بأنصار سعيد جليلي المرشح المبدئي الذي الكثير من مؤسسات استطلاع الرأي خلال الأيام الأخيرة أشارت إلى أنه يتقدم على محمد باقر قاليباف سواء في طهران أو في بعض المدن الإيرانية الكبيرة، يؤكدون أنه يحظى بأصوات كبيرة في المناطق النائية في المدن البعيدة في القرى والأرياف. في المقابل مرشح التيار الإصلاحي مسعود بيزشكيان وأنصار مسعود بيزشكيان يؤكدون أن لهم أصوات كبيرة بين المكونات الإيرانية.
كما نذكر في المناظرات التلفزيونية مسعود بزشكيان كان يركز كثيرا على قضية المكونات القومية في إيران. من المعلوم أنه ينحدر من القومية الآذرية، مولود في مدينة مهاباد بمحافظة أذربيجان الغربية، هذه المدينة الكردية، وبالتالي التيار الإصلاحي يعول كثيرا على أصوات القوميتين الكردية والآذرية، بالإضافة إلى باقي المكونات الإيرانية المنتشرة في محيط إيران، لا سيما المكون البلوتشي، المكون العربي، وأيضا القومية المازندرانية والتركمانية شمال وشمال شرق إيران. نعم مايا. نعم منكم زميل أحمد البحراني. نتوجه الآن إلى الزميل رضا الباشا الذي ينضم إلينا من تبريز لينقل لنا المشهد الانتخابي لديه. تفضل زميلي. نعم مايا، فعلا المشهد الانتخابي هو كما ترونه في هذا المسجد الذي نقف فيه منذ الساعات الأولى تقريبا. يمكن أن نقول بأن الأعداد لم تنخفض، هي في حال التزايد. نحن اليوم في يوم جمعة وهو يوم عطلة رسمية في البلاد وهو يوم انتخابي بطبيعة الحال، ولكن يمكن أن نقول بأن نسبة المصوتين، نسبة المقترعين في هذه الانتخابات في حال تزايد بشكل مستمر. يمكن أن أيضا نقول بأن هذه المدينة التي تعتبر عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية تعتبر معقد أساسي أو يراهن عليها أيضا بشكل كبير جدا المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، ويعتبرها بأنها لربما تكون رافعة انتخابية بالنسبة له. ولكن بطبيعة الحال هذا الأمر يرتبط بقدرة التيار الإصلاحي على يبدو أن هناك خلل في الصوت مع الزميل رضا الباشا، بطبيعة الحال هو كان يحدثنا من تبريز. أعود إليك دائما ضيفنا هنا في الاستوديو أحسان بسادي. قبل أن أعود إليك يبدو أن زميل رضا الباشا عاد إلينا الآن، إذا تفضل زميلي رضا استكمل الرسالة لو سمحت. كنت مايا كنت أقول بأن الكثيرون يعتقدون هنا بأنه إن لم يتمكن مسعود بزشكيان من رفع نسبة التصويت أو المشاركة الشعبية إلى ما يزيد عن 65% فلن يتمكن من حسم الانتخابات في مرحلتها الأولى، وفي حال ذهبت إلى المرحلة الثانية أيضا ستكون مهمة بزشكيان صعبة في حال كانت نسبة المشاركة أقل من 60%. هو تحدي كبير يخوضه التيار الإصلاحي بمرشحه الأول. يمكن أن نقول بأن مسعود بزشكيان هو المرشح الإصلاحي الأول من محمد خاتمي الذي يتقدم للانتخابات الرئاسية ويلقى دعما مطلقا من التيار الإصلاحي، ولذلك نلاحظ بأن كافة أقطاب التيار الإصلاحي تجمعت خلف مسعود بزشكيان، من محمد خاتمي، محمد جواد ظريف، جهان جيري الذي كان نائبا لحسن روحاني، وغيره أيضا من أقطاب الإصلاحيين. ولكن هذا التحدي هو تحدي. نعم إذا أعود إليك سيد أحسان بسادي. كان الزميل رضا الباشا يتحدث عن أن بزشكيان المرشح الإصلاحي هو اليوم أمام أكثر من تحدي، مثلا في تبريز في حال ربما لم تصل نسبة الاقتراع إلى ما يفوق 60%، فإذا هو أمام تحدي كبير، وهو أمام ربما الذهاب إلى جولة ثانية من هذه الانتخابات، وفي هذه الجولة الثانية مهمته ستصبح أصعب للوصول إلى سودة الرئاسة. نعم، على أي حال أنا رأيي بأن المشاركة إذا ارتفعت إلى 60% فإن بزشكيان سوف يفوز من الدورة الأولى، ولكن على أي حال فإن هذه الأرقام وهذه التحاليل في السنوات السابقة أيضا بينت لنا بكل وضوح بأن الانتخابات التي نسبة مشاركة فيها أكثر من 50%، فإن التيار الإصلاحي سوف يكون هو الفائز، وإذا ما ارتفعت النسبة إلى 60% فدوما كان الإصلاحي هو الفائز. وبالطبع أنا أقول هذا يعتمد على نسبة المشاركة، فالآن التوقعات هي توقعات ثنائية للذهاب إلى دورة ثانية بحضور السيد بزشكيان أو فوزه القاطع في المرحلة الأولى، ونحن نأمل بأن فوز بزشكيان هو الذي تحقق من الدورة الأولى، وهذا يعتمد على المشاركة الشعبية وعلى إقبال الشعب، وسوف يحدد هذا الأمر يوم غد، ونأمل أن تكون المشاركة القصوى. وبالطبع فإن
زيارات السيد بيزشكيان في لورستان وفي شيراز وفي كرمان وفي مشهد وفي المدن الأخرى، وأنا رافقت الدكتور بيزشكيان في هذه الجولات، فإن الإقبال الشعبي كان واسعا جدا، والقوميات المختلفة والمذهب المختلفة كانت تؤشر بأنها كلها كانت ترحب ببرامج السيد بيزشكيان، ونأمل أن تخرج نتائج الانتخابات على هذا النحو. نعم، ولكن في مواجهة بيزشكيان نتحدث عن وجود مرشحين وهما سعيد جليلي وأيضا محمد باقر قاليباف، أي منهما يشكل الخطر الأكبر على بيزشكيان برأيك؟ نعم بالطبع، نعتقد بأن في التيار المبدئي هناك اصطفاف جدي تم تشكيله خلف بعض الشعارات والبرامج، وهناك خلافات جدية بين التيار المبدئي وأنتم أشرتم إلى ذلك، وهذا ما دعا إلى عدم وصولهم إلى مرشح واحد. أنا أعتقد بأن بحسب البرامج والاستراتيجية فأن الدكتور جليلي هو يتقدم بشكل كبير عن السيد قاليباف بين التيار المبدئي، ولكن في بعض التيارات وبعض البرامج التنموية فأن السيد قاليباف يتقدم بشكل كبير عن السيد جليلي، ولكنني أشعر بأن القاعدة الاجتماعية المتمركزة في التيار الأصول هي تدعم السيد جليل في هذه الانتخابات، رغم أن السيد قاليباف يحظى بالتيار الرمادي في التيار المبدئي، وهو يمتلك سجلا حافلا في التقلب في المناصب العليا داخل النظام، وطبعا من الصعب يمكن التحديد من هو المتقدم بين السيد قاليباف والسيد جليل في هذه الانتخابات، ولا يمكن تحديد من سيرافق السيد بيزشكيان في المرحلة الثانية. بعد قليل ربما سنسأل من هو قادر على جذب الكتلة الرمادية أكثر، قاليباف أم بيزشكيان، ولكن اسمح لي بأن أعود إلى مراسلينا، حيث معنا مالك عابدة من أصفهان كما ذكرنا، وفاطمة قاسم هي معنا من شيراز. أبدأ معك زميلتي فاطمة في هذه الجولة من تغطيتنا لتنقل لنا المشهد الانتخابي لديك. بتغطيتنا مايا هنا في شيراز وفي خلال جولتنا على المراكز الاقتراع يظهر إتمام هذه العملية الديمقراطية بالسرعة والشفافية وبالدقة، وبأن إدارة الدولة هي تسير بشكل جيد كما قال قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في أول لحظات سقوط طائرة الرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي ورفاقه. هذه العملية تسير بشكل جيد جدا، كل المعايير المطلوبة هي موجودة هنا لوجستيا، الإقبال كثيف جدا منذ ساعات الصباح الأولى، تخطت الآن 3 ساعات على فتح صناديق الاقتراع، ويوجد إقبال كثيف هنا في مدينة شيراز التي ينتخب فيها 1,700,000 ناخب. المئات أتوا منذ الصباح الباكر إلى مركز الاقتراع هذا هنا في مقام شاه جراج الذي حظي بنسبة كبيرة من الحملات الانتخابية، حملتا السيد جليلي والسيد بيزشكيان، كان لهما لقاءات هنا في هذا المركز الذي له رمزية. نحن الآن نرى كل شرائح المجتمع، كل شرائح الإيرانية تأتي للقيام بعملية الاقتراع والإدلاء بصوتها في هذا اليوم الانتخابي المنتظر وفي هذه الانتخابات المبكرة والتي جرى تنظيمها بشكل سريع جدا. نحن هنا في مركز محافظة
فارس التي لنسبة المشاركة فيها أهمية كبيرة على صعيد البلاد. هذه العملية الديمقراطية التي يقول الذين تحدثنا معهم اليوم بأنها مهمة جدا بالنسبة إليهم، مرتبطون بمؤسسات الدولة، مرتبطون بالنظام ويثقون به، وأيضا تهمهم مستقبل البلاد. هذه العملية الديمقراطية تقرر أيضا مستقبل البلاد بالنسبة لهم، كما قال رئيس محاكم محافظة فارس الذي تحدثنا إليه في الصباح، يقول إنها مهمة لمستقبل البلاد وأيضا لمستقبل المقاومة. هذه العملية الديمقراطية التي يغطيها معظم الإعلام الغربي والعربي وتحظى بنسبة تغطية كبيرة جدا على صعيد العالم، أيضا الإعلام الإيراني موجود في تغطيتها، ونحن استطلعنا رأي بعض المراسلين الذين يغطون هذه الانتخابات ونسألهم عن العملية الديمقراطية، تغطية هذه العملية الديمقراطية التي حظيت بهذه التغطية الإعلامية الكبيرة. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت تمام مخاطبین محترم. خب ببینید، وقتی رسانه های از سراسر جهان اسلام بیان و به پوشش انتخابات ایران کمک بکنند، این نقطه بسیار نقطه حافظ اهمیت است، به این دلیل که بشكل مكثف، وهذا يحظى بأهمية كبيرة ويبين أهمية هذه الانتخابات وتأثيرها على المستوى الدولي والإقليمي. وطبعا الكل يسعى ويبدد الشكوك التي ساقها الإعلام الغربي ضد هذه الانتخابات، ويبين أن العملية تسير بكل شفافية ونزاهة. نعم نعم فاطمة، كنت معنا من شيراز. من شيراز مشاهدينا الكرام نذهب مباشرة إلى مشهد مع الزميلة بيسان طراف التي ستنقل لنا المشهد الانتخابي لديها. مرحبا بك من جديد زميلتي بيسان، وكيف يبدو الإقبال على صناديق الاقتراع مع التقدم في ساعات النهار؟ يبدو أن الزميلة بيسان ليست معنا الآن، بينما الزميل مالك عابدة هو معنا من أصفهان، هذه المحافظة التي تتمتع بثقل انتخابي وازن. مرحبا بك زميلي مالك، وهلا نقلت لنا المشهد الانتخابي لديك. نعم مايا، مع اقترابنا في ساعات النهار في الحقيقة ووصولنا إلى الساعة 12 ظهرا هنا، واشتداد الحرارة في مدينة أصفهان، هذه المدينة المعروفة بشدة حرارتها صيفا، نلاحظ أن هناك ازديادا في عدد الناس والمواطنين الإيرانيين الذين جاءوا من أجل أن يقوموا بعملية الانتخاب والتصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية 14 في إيران. حتى هذه اللحظة ونحن الآن في مركز الإمام الخميني أو في ساحة نقش جهان، لم تسجل أي عملية أو أي خروقات في هذه الشعبة، بل تم تسجيل ازدياد ملحوظ في أعداد الناخبين الإيرانيين الذين جاءوا من شتى مدن من شتى الأماكن هنا في إيران. اليوم نلاحظ أن عدد المشاركين يبدو في أنه في ارتفاع، ولكن لابد لنا يعني ونحن متواجدون هنا، للزميل علي أن يتوجه إلينا، لابد لنا من أن نشرح طبيعة العملية الانتخابية هنا، كيف تتم العملية الانتخابية مايا. كما تلاحظين معي هنا في الصف يأتي الناس تباعا إلى هذا المكان، هذه الموظفة تقوم باستلام البطاقة الشخصية أو البطاقة الوطنية ومن ثم تقديمها. نعم يبدو أن الصوت قد انقطع مع الزميل مالك عابدة، وهو كان يظهر لنا كيف تتم عملية الاقتراع في المركز المتواجد به في أصفهان. ونشير بأن قائد قوة القدس في حرس الثورة في إيران العميد إسماعيل قآني أدلى بصوته أيضا في هذه الانتخابات الرئاسية. قبل قليل كانت الزميلة فاطمة قاسم معنا من شيراز، وكانت تتحدث عن الحضور الإعلامي لتغطية هذا الحدث الانتخابي، ومن هنا أسألك، يعني أكثر من وسيلة إعلامية
غربية، وكما جرت العادة قبيل أي استحقاق انتخابي هنا في إيران، أكان في وقت استثنائي ومبكر كما يحصل الآن أو كان في وقته المحدد كما في السنوات الماضية، نلاحظ بأن هناك نوع من عناوين معلبة وجاهزة تقول بأن هذه الانتخابات هي ليست انتخابات نزيهة، هذه الانتخابات يعني نتائجها معروفة للجميع. اليوم ماذا يمكن أن نقول أمام هذا المشهد الانتخابي الحامي حقيقة والمجهول النتائج حتى اللحظة؟ طبعا الإعلام الغربي هم يمثلون السياسات الغربية المعادية لإيران، وهذا هو ديدنهم على العقود الأربعة الماضية، وبكل طبيعة الشعب الإيراني خبر هؤلاء، وهم يسعون بشكل طبيعي على أي حال أن يسمموا الفضاء الانتخاباتي في الداخل الإيراني وأن يدخلوا في تحدي ويجهوا الضربات ويشكوا في هذه الانتخابات. أنا أعتقد بأن هذه الانتخابات سوف تكون حماسية بمشاركة كافة الأطياف السياسية والتوجه السياسية، ولا يمكن أن نتجاهل هذه النقطة بأن في بعض الانتخابات كان هناك نقاط ضعف في الانتخابات، وهذا ما جعل الإعلام الغربي أن يستفيد منها نقاط هذه الضعف، وللأسف هم يكبرون ويشددون على هذه النقاط ويضاعفونها ويهولون في هذه الأمور. لكن في هذه الانتخابات الأمر يختلف، فهناك حضور لكافة الأطياف السياسية وكافة الميول السياسية والأحزاب السياسية، وهذا يشكل رصيد للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتاريخ أثبت في الانتخابات السابقة التي شاركت كافة الأطياف السياسية وكان المشاركة الشعبية عالية جدا كما أشار سماحة القائد، شكل رصيدا للجمهورية الإسلامية الإيرانية لتقدم في السياسات في نشر العدالة، وكذلك حضور التواجد الإيراني، حضور إيران على الساحة الدولية والإقليمية، فهم يشككوا في ذلك. بما أنك تتحدث عن موضوع حضور إيران على الساحة العالمية والدولية، هناك تباين واضح في الرؤى لدى المرشحين الثلاثة فيما يخص النظرة للخارج. نلاحظ بأن المرشح الإصلاحي بيزشكيان يتحدث عن ضرورة العودة مثلا إلى الاتفاق النووي، المرشح سعيد جليل لا يرى أي منفعة في العودة إلى هذا الاتفاق. أمام هذا الواقع اليوم وهذه الاختلافات في الرؤى، إلى أي مدى الناخب الإيراني أمام ربما انتخابات ستحدد ليس فقط اسم لرئيس الجمهورية بل خيار فيما يخص النظرة للخارج؟ نعم، هذا أمر طبيعي. الاتفاق النووي هو وثيقة دولية وقانونية، الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي ملتزمة بهذه الوثيقة الدولية حتى بعد أن خرج منها ترامب رئيس الجمهورية السابق، خلافا للأعراف الدولية خرج من هذا الاتفاق، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية التزمت بهذا الاتفاق الدولي وبقيت واحترمت هذا الاتفاق بعيدا عن توجهات للمرشحين. وبالطبع أنا في المناظرات الانتخابية رأيت أيضا الالتزام العملي لسيد جليل، ولم يعلن بأنه سوف يغادر هذا الاتفاق، وأعلن صراحة بأنه سوف يلتزم بتطبيق هذا الاتفاق الدولي. وهناك طبعا توجهات مختلفة بين المبدئيين والإصلاحيين حول رؤيتهم لهذا الاتفاق. نحن نعتقد في أصول العزة والحكمة التي أعلن عنها سماحة القائد في السياسة الخارجية، يجب أن نذهب للتعامل مع العالم لتنفيذ هذه الأصول في السياسة الخارجية، وطبعا هذا بتقديم مصالحنا في التعامل مع دول الجوار ودول العالم الإسلامي ودول المقاومة، وبإمكاننا من خلال خطاب التعاون والمرونة أن نحقق مصالح الشعب الإيراني، كما نعتبر الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية هم الأعداء الرئيسيين للنظام الإيراني، وهذا ما أكد عليه الرؤساء السابقون، وأيضا أكد في نفس الوقت على التأثير الإيجابي. تذهب سيد أحسان والسادة المشاهدين إلى الزميلة بيسان طراف، هي تنضم إلينا من مشهد لتنقل لنا وقائع هذا اليوم الانتخابي. تفضلي بيسان.
إذا يبدو أن زميلة بيسان تقف الآن أمام أحد صناديق الاقتراع في مشهد، وهي ستنقل لنا ربما المشهد هناك. لا أعلم إذا عادت معنا زميلة بيسان طراف. بالعودة إليك سيد إحسان بيسادي، وبالحديث قليلا عن المعسكر الإصلاحي بالتحديد، هناك من يقول بأن هذا المعسكر يخوض الانتخابات بمرشح ضعيف بعض الشيء ولكن محاط بالأقوياء. أتحدث عن إعلان السيد خاتمي دعمه لبسشكيان، إعلان السيد روحاني الرئيس أيضا الأسبق دعمه لبسشكيان، وجود محمد جواد ظريف وزير الخارجية الأسبق إلى جانب بسشكيان يعني ملتصق به أينما ذهب، وأنت قلت بأنك أيضا رافقت بسشكيان بأكثر من جولة. أنا لا أعتقد بهذا الأمر. الدكتور بيزشكيان برأيي هو يمتلك بامتيازات مختلفة تميزه عن باقي المرشحين، وهو يمتاز بالتزامه بخطابه الذي يسند إلى العدالة، الذي يسند أيضا إلى الديمقراطية والحرية وهي أمور أساسية في داخل البلاد، العدالة والاهتمام بالمحرومين والتوزيع العادل للثروة. فإذا ما دققتم في بيانات السيد بيزشكيان في المناظرات التلفزيونية وفي زياراته للمدن، فهو أكد بشكل خاص على التوزيع العادل للثروة بين كافة شرائح المجتمع، وهذا الموضوع الذي أعتقد بأن الإصلاحيون في العقدين الماضيين لم يوفقوا فيها في خطابهم، وهذه تشكل نقطة قوة كبيرة للسيد بيزشكيان في سجله السياسي وفي هذه الحملة. كما أن هناك شخصيات قوية مثل الدكتور روحاني والدكتور خاتمي وكافة القادة الأعزاء الذين يعتبرونهم دعائم إصلاحية كبيرة يقفون خلف السيد بيزشكيان كالدكتور ظريف. وأنا أعتقد إن شاء الله بأن السيد بيزشكيان سوف يشكل حكومة قوية ومقتدرة إلى جانب الخطاب الديمقراطي والحرية والعدالة، سوف يحقق هذه الأمور بكل قوة وسرعة. طيب بالنسبة لتواجد السيد ظريف إلى جانب بيزشكيان، هناك من يقول بأن ظريف وكأنه يخوض حملته الخاصة فيما يخص هذا السباق، وكأنه يريد استرجاع ربما صورة معينة كانت لديه قبيل هذه الانتخابات وأيضا قبيل يعني فترة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، كان يدافع بشراسة عن سياسة حكومة روحاني وليس عن رؤية بيزشكيان. أنا لا أتصور ذلك. السيد ظريف هو في الحقيقة لديه استراتيجية يسعى لتطبيقها باعتباره عنصر سياسي، وهذه الاستراتيجية على أي حال يجب أن تتابع. أعتقد بأن السيد بيزشكيان في البرلمان خطاباته كانت تؤيد هذا الأمر وتنطبق مع السياسات التي تابعها السيد ظريف، وهم منطبقان في هذا الأمر، وهذا لا يرتبط بالحملات الانتخابية. ولكن في العقد الأخير فأن السيد بيزشكيان أيضا كان يتابع نفس هذا النهج الذي كان ينفذه السيد دكتور ظريفيان عندما كان في حكم السيد روحاني، وهو مدافع عن الاتفاق النووي. وهذا هو انتخاب للسيد بيزشكيان، هو الذي دعا السيد ظريف لتطابق الرؤى فيما يتعلق بالاتفاق النووي والسياسة الخارجية بعيدا عن التوجهات الشخصية، وهذا يعتمد على القاعدة الجماهيرية التي يمتع بها السيد ظريف. وعليه حال فأننا يجب أن نقبل بأن هذا التوجه، وهذا رأيي، بأن هذا التوجه هو يتمتع بدعم قاطبة القاعدة الشعبية سواء في الجانب الإصلاحي وحتى في جزء كبير من القاعدة الأصولية فيما يتعلق بالديمقراطية ومتابعة تنفيذ الاتفاق النووي وكذلك السياسة الخارجية، والكل متفقون على هذا الأمر وهناك إجماع على توجهات السيد ظريف داخل
داخل التيار الإصلاحي. سيد إحسان، قبل قليل كان معنا الزميل أحمد البحراني وحدثنا عن عملية الاقتراع في نيوزيلندا التي انتهت، أما الآن فسنذهب مع الزميل سفيان مراكشي مراسل ميادين الذي ينضم إلينا من الجزائر ليطلعنا على عملية اقتراع الإيرانيين هناك. مرحبا بك سفيان وتفضل. صباح الخير. نعم، هنا بمقر السفارة الإيرانية بالعاصمة الجزائرية منذ الساعات الأولى للصباح انطلقت التحضيرات على قدم وساق في اللجنة المشرفة على تنظيم العملية الانتخابية واستقبال أعضاء وأفراد الجالية الإيرانية المقيمة هنا في الجزائر والمتوزعة على مختلف المحافظات الداخلية. الجزائر تحتضن المعرض الدولي المعرض الدولي للتجارة، وقد استقطب كذلك مشاركة إيرانية، فحضر بعض أعضاء الغرفة التجارية الإيرانية المشاركون في المعرض هنا لقلب السفارة لكي يؤدوا الواجب الانتخابي منذ الساعات الأولى لفتح صناديق الاقتراع التي هيئت لها كل الظروف التي تتواءم مع قانون الانتخابات ومع الشروط التي تضمن شفافية إجراء العملية الانتخابية. الجانب النسوي كان حاضرا بقوة منذ الساعات الأولى للصباح، وحضرت بعض العائلات الإيرانية مصحوبة برجال ونساء لكي يؤدوا الواجب الانتخابي في صورة تثبت تمسك الشعب الإيراني بهذا الحدث الانتخابي الكبير واستمرار الدولة في إيران واستمرار نظام سياسي واستمرار الحياة السياسية في هذا البلد بعد حادثة استشهاد الرئيس إبراهيم رئيسي الذي ترك بصمة واضحة في مساره السياسي الذي سيستمر لا شك. أنا أريد أن أركز على الحضور النسوي لأن النساء عادة لديهم وقع كبير في أداء الواجب الانتخابي. تنضم إلينا سيدة حرم السفير الإيراني هنا بالجزائر التي كانت أول امرأة أدت واجبها الانتخابي، ما هي رسالتك للمرأة الإيرانية في هذا اليوم المشهود في إيران؟ السلام عليكم وصباح الخير. الحمد لله أنا اليوم أدليس شاركت بالانتخابات الإيرانية الرئاسية الإيرانية وأدليت صوتي نعم و أتمنى من الله كل التوفيق والنجاح للمملكة العزيز الإيران الإسلامية والنجاح لل. ماذا تقولين للمرأة الإيرانية لكي تتوجه بقوة لصناديق الاقتراع وتختار رئيسها الرئيس الجديد لإيران؟ أكيد هذا كما كل النسوان الإيرانيون يعرفون أن هذا بواجبنا الدينية والوطنية أن نشارك بهذا الاقتراع، وإن شاء الله إن شاء الله هم يشاركون بأول الفرصة. شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات التي تفضلت بها، ونتمنى أن تكون هذا الحدث الانتخابي بمثابة عرس انتخابي ورسالة إلى الداخل والخارج في إيران بأن هذا الشعب متمسك بدولته ومتمسك بقيادته الرشيدة. نتابع دائما هنا في قلب السفارة الإيرانية بالعاصمة الجزائرية استقبال ودخول ووفود الإيرانيين هنا مقيمين بالعاصمة الجزائر وضواحيها لأداء واجبهم الانتخابي. مايا، شكرا لك زميل سفيان مراكشي، كنت معنا من الجزائر. من الجزائر نعود مشاهدينا الكرام إلى الزميل مالك عابدة، ونذكر بأنه دائما معنا من أصفهان. قبل قليل زميلي مالك كنت تحاول أن تبرز لنا عبر كاميرا الميادين كيف تتم عملية الاقتراع، تفضل الهواء لك. نعم مايا، كنا نتحدث عن الآلية التي يتم اتباعها هنا سواء في إصفهان أو في جميع المراكز الانتخابية في جميع المحافظات والمدن الإيرانية في كل إيران. نبدأ من هنا من هذه الطاولة حيث كما تلاحظين معي في الصورة يوجد عدد من الموظفين. الموظفة الأولى هي من تقوم باستلام البطاقات الشخصية أو البطاقات الوطنية والتحقق منها، ومن ثم تسليمها للموظفة الثانية التي لديها كما تلاحظين معي هذا الجهاز. هذا الجهاز يسمى جهاز التحقق من الهوية، وهذا الجهاز هو جهاز إلكتروني مرتبط بنظام وزارة الداخلية وأيضا مجلس صيانة الدستور اللذان يشرفان على عملية الانتخابات بشكل إلكتروني من المركز في طهران. تقوم هنا هذه الموظفة بالتأكد إلكترونيا من البطاقات الشخصية، من عدم تزويرها، من صحتها، من عدم
انتهاء صلاحيتها، ومن ثم تعطيها إلى الموظف الآخر هنا الذي يمتلك في يده أو يمتلك معه البطاقات الانتخابية، حيث يسجل عليها الاسم والتاريخ والساعة، ومن ثم يعطيها للمواطن. وهنا المواطن في آخر مرحلة يوجد لدينا هنا هذا الحبر، حيث بإمكانه أن يضع يده في الحبر ومن ثم يضع بطريقة سرية اسمه واسم المرشح الذي يريد انتخابه، وبالتالي هناك يوجد لدينا صندوقان. لو أن الزميل علي توجه إلى الصندوق، هذا الصندوق كما تلاحظين معي هنا، ونلاحظ أن هناك امرأة كانت قبل قليل تصوت وهي الآن تصور ابنها وهو يقوم بعملية التصويت. إذن هذه هي الآلية كما ذكرنا المتبعة في الانتخابات الإيرانية هنا في مدينة إصفهان. هذا الحضور الجماهيري أو الحضور الشعبي الكبير رغم ارتفاع درجات الحرارة مايا لا زال حتى هذه اللحظة يعني متواصلا، لم نشهد انقطاعا كاملا للناس، بل شاهدنا ولا زلنا نشاهد حضورا شعبيا من الناس في هذه الانتخابات. لماذا؟ لأن هذا الاستحقاق أو إجراء هذا الاستحقاق مايا بالنسبة للإصفهانيين وبالنسبة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية بجمعاء يعتبر من أهم الإنجازات التي تفخر بها إيران منذ انتصار الثورة الإسلامية حتى هذه اللحظة، حيث أن هذه الانتخابات تعبر أو تقدم صورة عن سيادة الشعب، وهو المبدأ الذي تم تبنيه منذ انتصار الثورة الإسلامية حتى هذه اللحظة. وخير دليل على ذلك إجراء نحو 39 دورة انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال العقود الأربعة الماضية. بحسب استطلاعات الرأي هنا في إصفهان في الحقيقة لا توجد أي كفة أو لا توجد أي دليل يرجح أن كفة الإصلاحيين سوف تميل عن كفة الأصوليين أو بالعكس. خلال الدورات الماضية كنا نشاهد ونتابع بأن إصفهان هي مدينة متأرجحة تارة بيد الإصلاحيين وتارة بيد الأصوليين، ولكن من المؤكد أو شبه المؤكد دعينا نقول لكي نأخذ الاحتياط بأن الريف والقرى في محافظة إصفهان تميل أكثر للأصوليين مايا. نعم، أذهب بما تفضل به زميلي مالك عابدة فيما يخص أصفهان. كان هناك زيارة للمرشح بزشكيان لأصفهان على ما أعتقد، هل هذا صحيح؟ وأسألك بطبيعة الحال، أي من المحافظات تعولون عليها أكثر فيما يخص الثقل الانتخابي؟ نعم الدكتور بزشكيان سافر في المرة الثانية إلى إصفهان، وبشكل طبيعي فأعتقد بالنسبة للمرشحين رئاسة الجمهورية فهو لا فرق هناك بين المحافظات الإيرانية من حيث القاعدة الشعبية، وأي محافظة تحظى بأولوية فكافة المحافظات ننظر إليها بشكل متساوي وهي تحظى بأهمية كبيرة. كما أشار السيد بزشكيان وأكد بأن أولويته الأولى بعد الحكومة هي المحافظات النائية والمحافظات المحرومة والتي للأسف حظيت بأهمية أقل، وهو يركز على التوزيع العادل للثروات في تلك المحافظات غير المحافظات الكبيرة وهي تحظى بأولوية للسيد بزشكيان. انطلاقا مما تفضل به زميلنا سفيان مراكشي الذي كان معنا من الجزائر، إلى أي مدى أنتم في حملة بزشكيان تعولون على أصوات الناخبين في الخارج؟ بشكل طبيعي من رؤية السنوات السابقة فمن الطبيعي فأن آراء الإيرانيين خارج البلاد تتجه بشكل كبير إلى التيار الإصلاحي، وبشكل طبيعي هي تعتبر من الفرص الانتخابية للتيار الإصلاحي الذي يهتم بها بشكل كبير، والسيد بزشكيان أيضا يعول عليها بشكل كبير. كان لافتا ما أعلنته كندا بأنها لن تسمح للإيرانيين بالمشاركة، الإيرانيين الموجودين في كندا بالمشاركة في هذه العملية الانتخابية، وهي حق كل مواطن أينما وجد. كيف تعلقون على هذا الأمر؟
متأسفون للأسف الحكومة الكندية في السنوات السابقة أيضا اتبعت سياسات عدائية تجاه إيران وخاصة تجاه العمليات الانتخابية، ويبدو أن هذا تناقض كبير للدول الغربية، فمن جهة تتشدق بحرية الرأي وحقوق الإنسان، ومن جهة أخرى تمنع المواطنين الإيرانيين من التعبير عن رأيهم في تحديد مصيرهم في هذه العملية الديمقراطية، وهذا يؤدي التشكيك في شعاراتهم التي يصدقون بها بشكل جدي، وهم يدعون بالدفاع عن الديمقراطية، وهذا طبعا يشكك في هذه الشعارات من قبل أحرار العالم وحتى من قبل المواطنون في كندا. وأنا أأمل من الحكومة الكندية أن تعيد النظر وتعيد النظر في سياستها تجاه الحكومة الإيرانية وتجاه الشعب الإيراني. في محصلة أو في ختام هذا اللقاء معكم سيد إحسان بسادي، أسألك عن توقعاتك، هل ربما ترى بأن الأمور ستتجه إلى جولة ثانية من هذه الانتخابات، وإذا حصل ذلك ستكون يعني المرة الثانية في تاريخ انتخابات الجمهورية التي يحصل في هذا الأمر؟ على ما أعتقد عام 2005 حصلت أو كان هناك جولتين للانتخابات. نعم، المحصلة في مراكز استطلاع الرأي والمشاركة ربما تؤيد كلامك، ومن المحتمل أن نشهد انتخابات لمرحلتين مثل الانتخابات التي حصلت في 2005 بين المرحوم رفسنجاني والرئيس السابق أحمد نجاد، وأنا أعتقد بأن ربما استطلاعات الرأي تؤيد بأن الشخص الذي سوف يذهب إلى المرحلة الثانية هو الدكتور بزشيان، ونحن نأمل أن الانتخابات إذا حصلت في مرحلتين أن تشهد استقبالا واسعا من التيار الإصلاحي ويؤدي إلى فوز السيد بزشيان، وهذا يعود بالفائدة إلى كافة الإيرانيين بعيدا عن انتمائهم السياسي. شكرا لك السيد إحسان بيسادي، صحفي وعضو في حملة السيد بزشيان المرشح الإصلاحي، أشكرك جزيل الشكر. الشكر لكم شبكة مراسلي الميادين المنتشرين في معظم محافظات إيران. مشاهدينا الكرام، هذه الساعة من التغطية للانتخابات الرئاسية الإيرانية وصلت إلى خواتيمها، ولكن التغطية مستمرة، لذا ابقوا دائما مع الميادين. إلى اللقاء.